بس سنين قطعت مسافات طويلة حتى تشوف هدول الأطفال ليه؟ يعني هذا أقل شيء ممكن الواحد يعمله. يعني هدول أطفال يعني وأطفال سوريين ويعني عم يعملوا عمليات ترجعهم تقريبا للحياة. يعني في ناس إن ولدوا بلا ما عم يقدروا يسمعوا، فإنك تشهد لحظات إن عم يرجعوا هيك يشوفوا الحياة بطريقة مختلفة وجديدة، فهذا شيء أكيد كتير مؤثر. وأنا بحس إنه لازم نكون جزء من هذا الشيء يعني موجودين. كنت فعلا يعني أكيد ملتزم بأعمال، ملتزم بشغل، قطعت كل شيء، جيت هاي المسافات طويلة مشان تكون مع هدول الأطفال. والله لك كله هذا ما يعني ما له مهم صدقني، يعني اللحظات هي أهم بكثير من أي شيء ممكن الواحد يعمل. شفتك تأثرت دم عيونها. ليش انت ما تأثرت؟ والله كلنا تأثرت. شو حاسس؟ بجزء انت شاط يعني بتقدر تنقل أحاسيس أكثر مني. ما بعرف والله حقيقة انه ايه تأثرت اكيد، لانه انا عندي اولاد وبعرف قيمة الاولاد وبعرف قديش مثل ما بيقولوا الضنا غالي يعني. فبحس بكثير بالعالم اللي فقدوا اولادهم او اولادهم انصابوا او اولادهم مرضوا او كل هدول القصص اكيد يعني. فما بالك لما بتحس انه لحظة انه في اهل عم يشوفوا ابنهم عم يرجع له سمع مثلا او عم يرجع له طرف يتركب له مثلا ايد او رجل او هيك، ف احساس طبعا ما فيني ما يعني بالعكس ما فيني اعبره يعني ما فيني اوصفه. اكيد رح تكون بمشاريع تانية مثل هاي المشاريع؟ اكيد انا يعني بحاول دائما انه اكون بمشاريع انسانيه، يعني بيهمني كثير الجانب الانساني لانه يعني انا عالمي بالحياه هو الانسان يعني، فهذا قبل كل شيء يعني عندي. الله يسلمكم هيك، وان شاء الله يعني ما بتشوفوا غير كل الخير، وبعرف انه الظروف هيك قاسيه عليكم، هذا واجبنا وأقل من واجبنا، نحن مقصرين شو ما بنعمل والله. إن شاء الله هيك بتكبر وبتفرحي فيها وبنجاحها وبتشوف أيام حلوة. إن شاء الله يا رب تقدر تشوف أيام حلوة إن شاء الله.